الخطوات اللي انا ماشي عليها ان انا احاول على قد ما اقدر اجيب لعيبه، يعني احنا لما قعدنا اتكلمنا فنيا ان احنا بنحاول نجيب لعيبه معدل اعمارها صغير عندها الخبره بتاعت الدرجه الثانيه بتقدر تطلع لنا دوري ممتاز وتقدر تكمل معاك في الدوري ممتاز، الى جانب ان انا مهتم جدا بالفرق بتاعتي بتاعت الناشئين 2001 2003 2005 اللي هو تقريبا 16 17 سنه، واحنا شايفين ان هو لو انت لعيب مميز لازم تلعب فريق اول وانت عندك 17 18 سنه، فهو ده السن اللي احنا شغالين، احنا شغالين على المحورين، بحاول اطور اداء الفريق الاول واجيب له لعيبه كويسه، وفي نفس الوقت بهتم بقطاع الناشئين بتاعي، الفرق دي المميزه دي اللي هي اول قريبه من الفريق الاول هم 1 و3 و5. احنا عندنا في 2001 جايبين الكابتن سمير كمونه بكل خبراته دي كلها عشان يمسك فريق 2001، 2003 عندنا مدرب من المانيا، 2005 عندنا الكابتن تامر حفني، الثلاث مدربين كويسين جدا جدا جدا، واعتقد انهم هيطلعوا لنا مش اقل من 10 15 لعيب يبقوا معاك في الفيرست تيم. احنا عندنا اوريدي من القطاع الناشئين طالع حوالي 6 لعيبه السنه اللي فاتت، ثلاثة طالعين السنه دي بيتمرنوا معانا السنه دي مواليد 2001، والسنه اللي قبليها كان عندنا مواليد 99 معانا في الفريق الاول، و97 قبليها معانا لعيبه من الفريق في الفريق الاول. فانا شايف ان احنا ماشيين كويس، لو الشباب ده او الناشئين اللي طالعين عنده اكتسبوا الخبرات بتاعه الدرجه الثانيه ولعبوا ماتشات كتير واحتكوا في ماتشات جامده، اعتقد انهم هيبقوا نواه الفريق الاول، وهتخلينا نقدر نحاول نكمل. لان انت الفكره ان انت اللي بيفرق اي نادي عن نادي تاني ايه، ان انت بتخلق من عندك قاعده كويسه وبتخلق حاجه زي اللويالتي ميد اللعيب اللي في النادي والنادي، فاللعيبه بتبقى بتغير على اسم النادي، ده اللي احنا بنحاول نعمله في زد، ان اللعيبه بتحب النادي، فلو لعيب حب النادي هيطلع كل اللي عنده عشان مصلحه النادي، ده اللي انت بتحاول تشربه اللعيب اللي عندك، ان انا النهارده لو نادي زد احتاجك في اي وقت هتبقى موجود، هتحاول تعمل الاستراتيجي اللي انا حاططها. فانا شايف ان احنا مش في دماغنا خالص ان انا اطلع وانزل تاني خالص، يعني او مش في دماغي، طبعا ممكن تنزل دي كوره بس مش في دماغي ان انا اطلع يعني اعمل بومين جدا لاسم النادي وبعد كده انزل تاني، انزل تاني مش درجه تانية، انزل تاني يعني فدوي خلاص بقى ما فيش اسم زاد تانية. عندنا السنه اللي فاتت كان في اثنين مدربين من بروسيا دورتموند كانوا موجودين بيشرفوا على قطاع الناشئين وقطاع والاكاديمي مع كابتن علاء نبيل وكابتن هشام حنفي، طلبنا زياده عدد المدربين فالاثنين بقوا اربعه، عندنا واحد مسؤول زي ما قلت لك في قبل كده، واحد مسؤول عن فرقه 2003، واحنا عاملين السنه دي زي الدريم تيم او الهوب تيم وات ايفر، بتاخد من اول 2005 ل 2001 الشباب اللي انت بتبقى حاسس ان هو عنده بوتنشال يطلع فريق اول، بيتمرنوا مع الراجل ده زي ما تقول منتخب الاربع فرق دول، بيتمرنوا مره مثلا او مرتين وبيلعبوا ماتش في اخر الشهر عشان برضو تبقى كابتن اسماعيل يوسف عنده فرصه ان هو يتفرج على الفرقه دي، ولو حب يضم اي حد الفريق الاول يبقى جاهز. فاشتيفان ده ماسك 2003 عندنا وماسك الفرق مثلا من 2006 من 2001 لغايه 2006 او 2007 2006، بعد كده عندنا زفان ماسك من 2007 لحد 2013، بعد كده عندنا مايكل ماسك الاكاديمي السكيلز بتاعت الاكاديمي، وعندنا فيكتور سترينث اند كونديشننج معد بدني ونيوتريشنست، ف يعني احنا بنحاول نقفل كل القطاعات المهمه لاي لعيب، وبتنقل الخبرات بتاعت بروسيا دورتموند هنا او النظام الالماني في التدريب او وات ايفر الحاجه الحديثه، برضو المدرسه الالماني ما فيش غبار عليها، فاحنا بنحاول ننقل وتعمل حاجة مميزة للبراعم والناشئين بتوعك. لا انا قلت لك قبل كده احنا عندنا ثلاث لعيبة اوريدي، كان اثنين لعيبة 97 ولعبوا، عندنا ثلاث لعيبة 99 ولعبوا، وعندنا السنة دي ثلاث لعيبة 2001 وبرضه بيتمرنوا مع الفريق الاول على طول. ف اي ثينك ان انت في سنة لما يبقى عندك ثمان لعيبة من قطاع الناشئين بتوعك اوريدي في اربعة او خمسة بيلعبوا وثلاثة بيتمرنوا وممكن يلعبوا لو الظروف تسمح، فانا شايف ان كويس قوي على سنه ان انت بقى عندك من 6 7 لعيبه من قطاع الناشئين بتاعك في الفريق الاول، ده كويس قوي. اللي احنا بنحاول نعمله ان انت تخلي اسم كلمه زد براند، ان انا النهارده لما احاول اخلي ان زد اي لعيب صغير، احنا عارفين ان اي لعيب صغير في مصر نفسه يروح يلعب في الاهلي والزمالك، لو انا قدرت انجح ان انا ابقى الاختيار الثالث بعد الاهلي والزمالك دي حاجه كويسه قوي ليا، يعني لو خليت ان اي واحد من البراعم بقى الحلم بتاعه يلعب اهلي وزمالك يجي يقول لك بعد كده لو او اروح زد، انا كلمه او اروح زد ويتحط في نفس الكاتيجوري بتاعت الاهلي والزمالك ده نجاح لزد. ان انت بتمشي في السكه دي، انت ماشي في السكه دي كويس قوي، انت كان عندك 5000 واحد السنه اللي فاتت، النهارده بتتكلم في 18000 واحد بيعمل اختبارات مجاني
مش ما بناخدش فلوس عليها خالص، بالعكس بتدي فرصه لاي موهبه شايفه انها عندها استعداد تلعب كوره بندي له فرصه يجي يتشاف مره واثنين وثلاثه، ولو كويس بيكمل. احنا السياسه بتاعتنا ان احنا ما بنشتغلش الفرق بتاعتنا ما بنقيدش، يعني انت النهارده بتبقى عندك 30 او 35 لعيب، احنا ماكسيمم بنقيد 20 او 23 لعيب عشان اقدر ادي كل لعيب حقه في التدريب. فالمفروض ان احنا بالطريقه دي بناخد احسن 20 لعيب في كل مرحله سنيه، وده في حد ذاته نجاح ان انا ما بقيتش اي حد، بحاول اقيد على قد ما اقدر المواهب اللي انا شايف انها كويسه وتقدر تفيدني، وما بغيرش الا في اضيق الحدود لو حسيت ان في موهبه جت من الاختبارات احسن من اللي عندي. لو مواهب متساويه لا، يبقى اللعيب بتاعي اولى لانه اتعلم اللي احنا بنديه له. لو في فرق كبير قوي بين الاختبارات او احسن من اللي عندي خلاص بيتقيد عادي جدا وما عندناش مشكله. فاحنا ده الهدف بتاعنا ان انا ابقى اسم زد هو الاختيار الثالث، وبعد كده ان شاء الله بنحاول واحده واحده يبقى الاختيار الاول ان شاء الله لاي شاب او اي من البراعم سواء البراعم او ناشئين، ان هو يبقى عندك يبقى نازل من بيته انا عاوز اروح زد. لو نجحنا في كده كويس، واحنا ماشيين في الخطه دي على فكره. يعني انت لما تيجي تتكلم انت عندك خمسه النهارده بنتكلم في اراوند 20، يعني انت عندك اربع مرات الضعف 400%، فحاجه كويسه جدا. لولا الكورونا احنا كنا هنلعب دوره، المفروض ان في العقد في دورات انترناشونال بتروح تلعبها بره وفي معايشات لمدربين ولعيبه والفرق، بس الكلام ده كله الكورونا موقفاه. بس وانس ان الكورونا او بقت عمليه السفر اسهل طبعا هنكمل اللي هي بنود العقد اللي هي بيننا وبينهم، او الهدف الاساسي ان انا اطلع اللعيب بره يتفرج على الكوره ماشيه ازاي بره، المنشات الرياضيه ماشيه ازاي، شكلها ايه، تعيش في الجو بتاع الاحتراف ده، والباقي علينا احنا. احنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل التعارض بتاع المدارس مواعيد التدريبات مع مواعيد المدارس، احنا يهمنا جدا اللعيب اللي يطلع يبقى متعلم. بص لازم تبقى فاهم ان اي لعيب فرصته ان هو يكمل بره وهو مش متعلم اقل من 10%، فاحنا بنحاول تغير الكونسبت بتاع اللي هو اصل لعيب الكوره مش لازم يبقى متعلم. الكلام ده غلط، يعني الكلام ده غلط ومش موجود. لازم لعيب الكوره يبقى متعلم، انت لو مش متعلم هتضيع الفرقه اللي انت رايح لها، فاهم قصدي؟ فانت مش فاهم حاجه خالص من اللي بيقولوه، فهترجع عادي جدا بعد سنه او الناس اكتشفتك انت موهبه بس في الاخر انت بتخسرهم، انت مش فاهم حاجه من اللي بيقولوه. احنا عندنا هنسفر عادي جدا ما عندناش مشكله خالص، وهنعمل معاشات بس الكورونا تخف شويه او الظروف تسمح. انا لو بتكلم على توجهات الفيفا، لا توجهات الفيفا طبعا ان يبقى في كره قدم نسائيه، ومش معقول العالم يبقى كله سابقنا في الحته دي خالص، احنا بنحاول نلحقهم. الحمد لله انت النهارده لما تبقى عامل اكاديمي فوتبول ويبقى من السكراتش انت واخد حاجه على الارض، وابتديت النهارده عندك من 250 ل 300 واحد لعيب بيلعب معاك في الاكاديميه، وبعدين شايف ان انت واي نوت ان انا اشتغل كمان في الومن فوتبول، مفيش مشكله خالص. لا بالعكس الاسم كويس بتاعنا وبراند، لما فتحين باب اختبارات دلوقتي في كره القدم النسائيه وبيجي لنا كل يوم عدد كويس، وهنبتدي واحده واحده ان انت زي ما اسمك بقى كويس في الكوره كره القدم العاديه هيبقى في كره القدم النسائيه اسمك كويس، وهنبتدي في المسابقات بتاعت اللي في عندنا سنين هنخش فيهم ناشئين، وان شاء الله السنه الجايه ممكن نعمل فريق اول يبقى كويس. يعني بص هو انا اقول لك حاجه، يعني انت النهارده لما تيجي تتفرج على الالعاب الفرديه حتى اللي موجوده عندك هتلاقي ان انت عندك التوب في الالعاب دي كلها بيجي يلعب عندك. فانت انا شايف ان احنا كزاد نجحنا ان انت تعمل اسم يجذب اي حد انه يجي يستثمر عندك او اي حد يجي يشاركك او اي حد يخش معاك، واحنا ما عندناش مشكله خالص في اي لعبه جماعيه، بالعكس يعني اعتقد ان احنا ممكن نعمل اي لعبه جماعيه وبس يخش معانا ناس زي الناس اللي موجوده عندنا في التنس وفي السكواش وفي البادل. وطبعا اعتقد ان في توجه كبير قوي ان انت تخش الفرق في الالعاب الجماعيه على طول. يعني